يلا ورني ايمك، يلا ايمك ضايع يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع اللعبة الأسطورية Red Dead Online. بالمقطع هذا راح نلعب المهام الجديدة اللي ضافوها في تحديث الهالوين. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك، يلا نبدأ. اليوم إن شاء الله أبي ألعب المهام الجديدة اللي ضافوها روكستار في تحديث الهالوين. لعبت واحدة كانت سيئة بصراحة، أو كانت عادية، واحدة توزع تبرعات وانت تحميها فقط، يعني كأنها مهمة توصيل من السترينجر الغرباء. شوفها جدا عادية. حلو، الحين خلونا نسوي بس لوك جديد، نشوف لنا من الملابس اللي جاهزة. آرثر، يلا. ولا جون؟ آرثر ولا جون؟ جون طبعا، احس راكب على اللحية اكثر. طبعا هذا لبس جون مارستن، تحصلونه عند مدام نزار، ما ادري اذا كان موجود لحد الحين ولا شالوه روكستار. حلو، اخذ كل شيء. نظف اسلحتك، ما ادري شنو المهمة، ممكن تكون صعبة، ممكن يكون فيها قتال، فنختار يا طويلين الاعمار، نختار لانكستر. يلا نختار لانكستر ونختار معاه البولت، لا الكركانو. يلا الكركانو واللانكستر. حلو، نظفهم. لازم تنظف السلاح، اذا ما نظفته راح يصير دمجه ضعيف. حلو، نشوف اللانكستر، نشوف الكركانو يحتاج تنظيف بعد. حلو، علشان تنظفه مثل ما قلت لازم تشتري زيت التنظيف اللي يسمونه جان اويل. حلو، شنو معاي؟ احس المهمة راح تكون سهلة، ما ادري ليش. لحم تمساح ما عندي، بشوف اذا اقدر اسوي، بس ما ادري اذا معاي نعناع ولا لا. اتوقع ما عندي نعناع، بس خلنا نتأكد. مثل ما قلت المهمة الأولى كانت سيئة والله، يعني وحدة ما عندنا نعناع. شوفوا، حلو، ما في مشكلة. مثل ما قلت كل واحد ورأيه، كل واحد وذوقه بالأخير، ولكن أنا كخبرة في ردد أو لعبت فترة طويلة في ردد، أشوف المهمة اللي ضافوها إني أساعد وحدة توزع تبرعات وأنا فقط أحميها، أشوفها مهمة عادية جدا، كأنها مهمة توصيل. هذا رأيي، ما أدري تتفقون معي ولا لا. نروح الحين وين نروح للمهمة الثانية؟ طبعا هذا خيلي الأسطوري من خيول الفوكس، سعره 45 ذهب، أقوى خيل موجود باللعبة. نلفسه يسار، تليجرامز، نروح للمهام الجديدة. لعبت الأولى اللي اسمها In Defense of Mercy، الحين راح نلعب الإيزي بري. إيزي بري، حلو، يلا ان شاء الله تكون حلوة ونستمتع، هذا هو الهدف. اما تجيب لي مهمة تكون بيض، خلنا ناخذ صورة، ممكن تكون صورة حلوة حق محماس. يلا الله، كانت عادية صراحة الصورة. ممكن اخليها صورة مسقرة، ممكن لا، ما تهمني المكافأة ابدا، تهمني المتعب بالمهمة فقط. حلو، المنظر طبعا أسطوري ما يحتاج نتكلم عنه. Meet the client at his camp. حلو، نروح للكامب. طبعا أنا لغة الإنجليزية تعتبر ضعيفة صراحة بالقراءة، ولكن عادي، ممكن تقطني بدولة أجنبية أدبر عمري، ما في مشكلة أتكلم واناقش، فهمت شلون؟ اما بالقراءة وهذا ضعيف. حلو، هذا فولو ذا كلينت، حلو، نتبع الحلو. مكتوب خليك قريب من عنده لانه ممكن يتعرض للخطر او الاذى. حلو، دام انهم قالوا خليك قريب من عنده معناته شنو؟
معناته ان فيها ضرب. اشرب تونيك. حلو. وين راح تودينا يا ترى؟ شوفوا الجمال. واو والله واو، شيء خرافي. Nothing better than a fresh kill and an open fire. Open fire. مشينا والله، مشينا مشوار حلو. Protect the client. حلو، في هانت، في صيد. حلو، مكتوب او فرحت علي. حلو، واضح ان المهمة مهمة صيد. حلو. ممكن يتعرض لهجوم من حيوان مفترس مثلا، بس هذه المنطقة خلينا نشوف المنطقة هذه، والله ما ادري شنو الحيوانات المفترسة فيها. الدب موجود ممكن، ما اعتقد، لان في ردد اونلاين الحيوانات المفترسة تلقاهم باماكن معينة، مثلا الدب تلقى منطقة، والنمر بمنطقة، والذيب بمنطقة. واضح انها مهمة صيد لان مكتوب هانت. اوف 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 اوف، والله قرصت الحية المسكين، شفتوه؟ اوف والله كبيرة، شايفينها؟ اها، معناته لازم اني احميه حتى من الحية. شلون قرصتها الكلبة؟ يخرب بيتها. حلو حلو، ما عليه حبيبي، اسف، ها ما انتبهت، كان ودي اساعدك ولكن الحية كانت اسرع. I just know there's something out there. يلا صيد حبيبي. قاعد طقطق عليه ولا شنو؟ حلو حلو، صارت خلاص. دامنا اعطانا حركة المشي هذه، معناته شنو؟ معناته ان شاء الله راح يصيد. شنو يصيد تتوقع؟ خلينا نطلع الكركانو نشوف الفريسة شنو. اها. أرنب، الله كيوت. دي يلا يا وحش، يلا ورنا ايمك، يلا ايمك ضاع يا حبيبي، يا حبيبي ايمك ضاع. والله شكله نوب خوينا، والله راح اشوفه. طبعا انا ما راح اسوي شيء، انا ما راح اضرب، بخليه هو يضرب. اذا حسيت انه فعلا غبي فراح اساعده. اوكي حبيبي، عدل ايمك، لا اشوتك الحين. في ثاني. كأنه قال حيوان جيد. الله الله، جيد جيد، اي والله جيد. يلا عطى، شوف 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 شوف. دي عطى يا حبيبي. والله شكله صيد اخوينا، تصدقون؟ شوف بعطيه فرصة بعد، إذا حسيت إنه فعلا غبي خلاص يعني لازم إني أنا أساعده. يعني غزال إيش كبرى قاعد طالعة. إيش قاعد يسوي؟ تعب. حبيبي قاعد تستعبط علي صح؟ تستعبط صح؟ بس اللبس أسطوري ها؟ أح 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 أح. لا فري ايم، فري ايم، شفتوه؟ تعرض للاذى، تعرض للاذى. بس والله الخنزير غدر فينا، ما انتبهت له. معناته شنو؟ معناته لازم اني اكون حذر، راح يتعرض لهجوم صدقوني. راح يجي حيوان وهو ما يدري ويعطيه واحده يدعمه، وهو قبي طالع ما يراوغ ولا يسوي شيء. حبيبي راوغ اذا شفت لك، اذا شفت لك حيوان هجم عليك. زين لازم اصير والله يا اخوان شكيت انه قاعد يستهبل علي. ثعلب اعطيه صيده يا حبيبي، صيده يا حبيبي، يا حبيبي صيده، يرحم امك
صيد. لا والله اصيدك الحين والله غبي يا اخي. شفتوه؟ قاعد يسجل. خلاص شنو بسوي؟ انا بصيد عنه لانه واضح انه هو يعني حمار، فانا بصيد عنه معلش. او ممكن شنو، ممكن قاعد يقول لي صيد، هو ممكن يقول لي صيد وانا مو فاهمه صراحه، ما ادري. لانه هو يقيم ويقول لي يلا صيد. حلو، لازم نغير المكان. حلو، لازم نغير المكان، خلينا ننظف الخيل. طبعا هذا خيلي العربي الابيض اللي انا مخليه خاص في المهام. انت تقدر تحدد خيل حق المهام، مثلا تقول مثلا اذا ابدش مهمه حطوا لي الخيل هذا، انت تحدده. حلو، الحين وصلنا للمكان الثاني. خنزير شايفينه؟ اللانكستر، 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 حاط لك اقوى رصاص ومنظفك، وهذا ضربك، هذا الدمج. وات؟ اها اها، اصيده، خليني بصيده، بصيده. هذا والله حلو، من الحيوانات الحلوه صراحه. وين راح؟ ما ادري هو يبي ولا لا، ما ادري عنه. اوف، لا 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 يا حبيبي. شوف دش بينهم الكلب، دش بينهم الكلب، لازم احميه، لازم احميه. زين ليش تدش؟ ما في فري ايم؟ ها اللعبه فري ايم يا اخوان، المهمه فري ايم، يعني انت لازم تحدد. أوه. سريع سريع. شنو يعني فري ايم؟ يعني الايم ما يمسك، فهمت شلون؟ لازم تصيدهم ب، والله اني غلطت، اني انا اسف. اللانكستر صدق، اللانكستر متى يكون قوي؟ متى تستمتع فيه؟ تعال 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 حبيبي، تعال تعال. متى تستمتع باللانكستر اذا لعبت فيه ديد اي؟ اذا استخدمت الديد اي راح يعجبك اللانكستر. اما ك، يلا القم القم. اقول اقعد. حلو، ممكن يكون في حيوانات بالقفص. والله في. اوف لا تكفى، هذا راح ياكلنا الظاهر. شنو معناته ان الفري ايم؟ معناته انك اذا في الفري ايم انت لازم تبحث عن الاعداء، اما اذا كان في الايم اسيست لا، انت مجرد ما تايم يروح للعدو على طول. فخلنا نفتح المسكين هذا، ممكن راح ياكلني. اقدر ولا ما اقدر؟ دقيقه حبيبي، بنساعد الحلو هذا. بعد 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 بعد، انا حاسس ان خيلي راح يحذفني. افتح. ما يفتح تصدقون. بس بس خلاص خلاص خلاص. شوف 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 شوف، خيلي تنح، خيلي تنح. شوف شوف، خرب بيتك من خيلي والله. زين اهرب فيني، اهرب فيني يا حمار، اخذني معاك، انا صاحبك، ايش فيك؟ تخيل لو شاف الحيوان تشنج، مشكلة تصدقون. سبحان الله والله، يعني في 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 معلومات طرت علي بيني وبين نفسي، لو اجيب مثلا لو اجيب مثلا قطوة، قطة، واجيب لها اسد، يعني بديهيا راح تخاف. لا خل، يلا خلينا نقول القطوة صغيرة، لو نجيب مثلا خروف، قطة راح يخاف، مع العلم انه حيوان بس راح يحس بالهيبة ويخاف. شلون؟ سبحان الله، ماني فاهم. وصلنا للمكان رقم 3 ولحد الحين ما في اي شيء. Why don't you take a load off?
نبحث عن الكلو. Where is the claw؟ ابحث عن دليل. بس وين الدليل؟ الدليل واحد هني. في أصوات تصدقون. أوكي وبعدين الحين نروح علشان يصيد. يلا حلو حلو. هذا واحد شايفينه وعنده. شوفوا شو عنده. عنده لا لا ياكله لا ياكله. سريع سريع سريع. آه يز يز. الله ساعدته بالوقت المناسب. كفو والله. اللي معاي ايم ضايع عمي. تكفى عدل ايمك يا حبيبي. لا لا افجر راسك ما يصير. والله ساعدنا المسكين هذا. والله كان بياكلك بس الله فكي. حلو. شوفوا اشوفه افضل من المهمة الاولى اللي هي مهمة التبرعات صراحة. لانه شيء جديد. والله شيء جديد. حلو. صدق انها طويلة يعني قاعد تمشي كثير. ولكن تبقى حلوة. شوفوا. شوف قاعد يأشر لنا. آها. شوف دير بالك. تعال انت. تلقون. أبا 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 أبا. لا يضربون لا يضربون لا يضربون لا يضربونه. حلو. آه لا 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 دقوا دقوا دقوا. مات مات خوي. تصدقون انا. شوف شوف هذا راح يضربنا. وين اللي يحذف ال لازم نحميه من الفاير بوتل. الفاير بوتل اللي هو البطل المتفجر. بستخدم ديد اي. انا اسف انا اسف بستخدم ديد اي. انا اسف. اطلع 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 يا حبيبي. اذا انت ما تطلع انا اجيك. انا اجي لعندك يا حبيبي. انت انت يبي. والله الايم. شوف الايم. الايم حفلة. والله الايم حفلة. اوب 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 اوب. على هونك على هونك حبيبي. على هونك على هونك على هونك. يونو محماس. تعال 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 يونو محماس. اوو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 و
والله اني استهبلت بضربه بالنايف، والله اني استهبلت استاهل، باقي لي حياه واحده بس، والله اني استهبلت. تعال والله ما اخليك، والله الا بالنايف يعني يا انت. يلا هلقوم يا حبيبي، تكفى انت عدل ايمك، قاعد ساعدك انا، انا بروحي ايمي ضاع معك. يلا والله لحد حلوة، والله المهمة حلوة صراحة، حيل حلوة، فيها شيء جديد، فكرة، هذا اللي تعتبر فكرة، والله المهمة صراحة حلوة، لأنك أنت تقدم لي شيء، قدم لي شيء جديد، لا تقدم لي شيء مكرر، لأن هذه المهمة أول مرة تمر علي في ريد ديد أونلاين. اوب اوب اوب، عنك 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 عنك، لا تكلف على حالك يا حبيبي، لا تكلف على حالك وتأيم، ولأن ايمك بيض. انا اصيد لك، يلا روح سجل، شوفوا قاعد يسجل، يعني معناته شنو؟ معناته اني انا اللي اصيد له. يلا ضبطك حبيبي، يلا الايم خلى علي، يلا روح. الايم خلى علي وتمتع بالرحلة. والله زين يا أخي، والله المهمة رهيبة صراحة، ما توقعتها، بس أتمنى تكمل شوي يعني ما تكون قصيرة. في واحد هناك شايفينه، في والله كثار، في كثار، في هني زلان، إيش كثرهم. يلا تصيده لك، أصيده لك حبيبي، بس أنت بس آمر، بس قول.
هلقم هلقم آمر أنت بس آمر. شو قاعد يسوي؟ أنا ضيعته، جتني مكالمة وخليته يروح. شوف شو قاعد يسوي. أنا ما أدري هو صاد الدب ولا لقى الدب. لا ما صاد الدب، شوفوا الدب ميت من الفخ. أنا جتني مكالمة ووقفت. يقول استخدم الإيجل آي عشان نتبع الأثر. حلو. شنو هو الأثر؟ شوفوا الحين قربنا المخيم. هذول اللي اتوقع هم اللي سووا الفخ ل ال انزين. ما شافوك ما شافوك يا حبيبي، ما شافوك يا غبي. دب دب جاهم، دب جاهم، دب جاهم. خلي ياكلهم، خلي ياكلهم، ياكلهم 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 ياكلهم. لا لا ياكل خويي، والله اني غلط. حلو، صيد صيد صيد، يلا يلا موت موت. كنت ابي اغلط واخليه ياكل خويي صراحه، بس الحمد لله اني صدته. حبيبي ايش فيك قاعد تستعبط انت؟ انت تستعبط ولا شنو؟ والله احسن غبي. شفتوا اول ما وصلت قاعد على طول وخاف. يلا روح. والله المهمة حيل حلوة، ينقصها شوية الاكشن صراحة، بس حلوة حيل حلوة وفكرة جديدة. رايح المونشاين، رايح عند قماشة صح؟ اي والله عند المونشاين. خلصت. الذهب ممتاز 0.88، حلو الذهب ممتاز، يعني قطعة ذهب الا شيء بسيط، شيء المكافأة اسطورية. والله المهمة جميلة صدق، ينقصها شوية من الأكشن، يعني الصيد فيها كان قليل ومشينا كثير، ولكن تبقى يعني شيء مرتب. الحين نروح وين؟ نروح للمونشاين نوصل طلب، لأن عندي طلب جاهز. الحين وصلت للمونشاين. أنا وين حاط المونشاين؟ في منطقة لوموني الجميلة هذه، حلوة وتوصيلها يعتبر حلو نوعا ما. نروح للطباخ ونشوف الطلب جاهز. إذا في أبو 200 بوصل، وإذا في أبو 400 هم بوصل. الموجود نبي نسوي نمشي. حلو حلو، نجي عند الطباخ. نروح. أنا ما أذكر إن ضفت نكهة ولا لا. شوف هذا ياخذه ب 288، لو أنتظر 48 دقيقة راح اخذ 400. مستحيل انتظر، مستحيل. يلا جيب. اوكي لو سمحت نبي مكان قريب، لو سمحت لو سمحت. اعطاني المكان، راح يكون حلو 8 دقائق. حلو. التفتيش لازم اوقف عليهم.
اقفل لازم اوقف لازم يفتشون وقف 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 اوكي 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 حاطين لك العلامه الصفراء وقف خلي يفتشونها يلا فتش حبيبي لا انزل افجرك انت وياه اوكي يقول يبي تشيك على العربه wonder what it is I've caught. شو قاعد يسجل؟ يلا يا حبيبي شوفوا ما أحب الانتظار ودي أنزل أفجره بس. I gotta guess what's in this wagon. Yeah, you're fine. يلا يبا خلص الوقت. قال يلا روح. فتشناه وخلصنا لو اني متضارب معاهم يمكن اسرع والحين وصلنا لتوصيل عربة المنشال واكون وصلت لنهاية المقطع شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة السلام عليكم حلو حلو 1000 XP يا سلام 1000 XP